أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. صلة الرحم كلمتان قصيرتان سهلتان على اللسان، ولكنهما عظيمتان في الحياة، كبيرتان في الميزان، مهمتان لتحقيق السعادة في الحياة. لكن كثيرون يتجاهلون كل هذه الحقائق: عظمة صلة الرحم، أهمية صلة الرحم، ثواب صلة الرحم، عقاب قطيعة الرحم. كل هذه الجاهل على توافه الحياة، على خلاف بسيط يقاطع أحيانا أحدهم أباه، أمه، إخوته، خواله، أعمامه، يتجاهلون حقيقة عظمة صلة الرحم ويقطعون أرحامهم. يقطعون أرحامهم إما من موقع العداوة، أو لا، مو من موقع العداوة، من موقع الإهمال والانشغال عنهم. يعني تشوف الشخص يمر عام كامل ما يشوف أعمامه ولا خواله، وأحيانا ما يشوف أخوه لأنه منشغل عنه، لأن ما معطي لصلة الرحم أهمية. في الحياة العصرية حيث يركض الجميع من أجل الحصول على المزيد في كل شيء، المزيد في المال، المزيد في المناصب، المزيد في أمور الحياة المختلفة، ما يبقى عند أحد وقت حتى يتواصل مع أقربائه، وهذا هو العذر اللي يذكره من يقاطع أرحامه. عذر شنو؟ أنا مشغول. زين، شغلت عن أرحامك بالدنيا، لماذا لا تشتغل عن الدنيا بأرحامك؟ ليش أرحامك مو عذر لبقية أمورك؟ وإذا أضفنا إلى ذلك ابتعاد البيوت بعضها عن بعض في المدن الكبيرة، فإن الأعذار تكون كافية لعدم التواصل مع الأقرباء. لكن وجود وسائل حديثة كالهاتف، التليفون، الإنترنت، هاي تقطع عذر الناس في قطيعة الرحم. وتقدر تشيل التليفون وتتصل تقول إيه إذا فرغت من عملي. لا، فرغ وقت معين كل يوم للتواصل مع أقربائك. هذا بالإضافة إلى وجود السيارات والقطارات والطيارات والتي يمكن الوصول بها إلى أبعد نقطة في العالم. فكيف بالوصول إلى بيت يبعد عن الآخر كم كيلومتر؟ بضعة كيلومترات تكون مانعة لصلة الرحم. صلة الرحم قضية جوهرية في الحياة، ولا بد أن ندفع ثمنا لها من وقتنا، من مالنا، من نشاطنا، من قدرتنا، من طاقاتنا، خاصة وأن باستطاعة كل فرد أن ينظم أموره بحيث يخصص بعض الوقت لذلك، فينشغل بنفسه بعض الوقت، وينشغل بعائلته بعض الوقت، ويخصص وقت خاص لأرحامه. يعني يوم معين يكون لأرحامه، ساعات معينة في كل يوم لأرحامه، أو على أقل التقادير بعض الأيام في الشهر. إن صلة الرحم قضية مهمة لا يجوز أن نهملها بأعذار واهية، خاصة وأن في قطيعة الرحم، هاي القطيعة تؤدي إلى قطع حبل العمر، عمرك يصير قصير. صلة الرحم تزيد في الأعمار، قطيعة الرحم تقلل الأعمار. يقول الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: صلة الرحم منساة في الأجل، يعني تنسى الأجل. أنا هالعبارة أجيبها بالمزح طبعا، أقول الملائكة ينسون،
ملائكة الموت ينسون أجلك بالدفتر اللي يقروه، بالأوراق اللي يقروه، أنه أنت يوم فلان لازم يقبض روحك، تقبض روحك، ينسون. تقريبا بهالمعنى صلة الرحم منساة، أو منساة يعني توخر الأجل، مثراة في المال ومحبة في الأهل. فهل من عاقل لا يرغب في ذلك؟ يعني ثلاثة أمور تحصلها من وراء صلة الرحم: عمرك يزيد، مالك يزداد، يحبوك الناس. قد يقول قائل هنا الطرف الآخر لا يقوم بواجبه في صلة الرحم معي، فهل يجب علي أن أستمر في محاولة الاتصال به والتواصل معه؟ فلان والله من أقربائي، كم مرة أنا أتصل به ولا مرة هو يتصل بي. زين، أنت اللي تكسب الأجر والثواب، متري؟ يعني إذا تقول لي هو يقطع الرحم، هل أنا أواصل معه؟ جوابي نعم، من واجب جميع الأقرباء والأرحام التواصل واستمرار الصلة بينهم. فإذا لم يقم أحد بواجبه فإن ذلك لا يسقط الواجب عن الآخرين. هذا ما يبرر أنه أنت أيضا تقطع رحمك. هذا يشبه أن تقول إن ولدي لا يبادلني الحب، فهل يجب علي أن أبذل محبتي له؟ ابني ما يحبني، ابني ما يقبلني، أنا لازم أقبله؟ جوابي نعم، أنت لازم تقبله لأنه ابنك. أيضا عمك لا يصلك، أنت واجبك أن تصله، من واجبك أن تفعل كما أن من واجبه أن يفعل. فإذا لم يؤد هو ما عليه يبقى أن عليك أن تؤدي ما عليك. ما المانع في أن تكون المبادر أنت؟ يعني خل المبادرة من عندك في صلة الرحم، ليش المبادرة من ذاك الطرف؟ وأن تكون معطاء من دون مقابل، هذا قيمته هواية. صل من قطعك وأعطي من حرمك. الإمام علي سلام الله عليه يقول أعطي من حرمك وصل من قطعك وأمن على من شئت تكون أميرة، أو أحسن إلى من شئت تكون أميرة. لماذا لا تجعل الآخرين مديونين لك دائما بدل أن تكون أنت مديون لهم؟ في الأخلاق أنها الرواية الجميلة: إذا استطعت أن تكون يدك العليا فافعل، خليك أنت من تحسن أكثر من غيرك، أنت من تصل أكثر من غيرك. الإحسان الذي أمر الله به عباده إلى جانب العدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يعني أن تعطي من حرمك، أن تصل من قطعك، وأن تضع يدك على رأس من شئت وتحب له ما تحب لنفسك. خلي نفسك مكانه، مو تحب المبادرة من ذاك الطرف، تحب المبادرة من ابن عمك. افترض أنت ابن العم وأنت تقوم بصلة الرحم له. وبعدين لا تنسى أن صلة الرحم ليست مثل عملية البيع والشراء بحيث تحسب فيها الحصول على شيء في مقابل ما تدفعه. صلة الرحم هي في مصلحتك دائما حتى وإن لم تحصل فيها على مقابل، فهي تؤدي بك إلى النجاح والتوفيق وزيادة العمر. بالإضافة إلى أن من يقطع صلة الرحم لابد وأن يشعر بالذنب، بينما من يقوم بواجبه في صلة الرحم حتى وإن لم يكن الآخرون يقومون بواجبهم تجاهه فهو لن يشعر في يوم من الأيام بالذنب، ويكتسب صفة التسامح، لأنه هو الذي يقوم بالاتصال بأرحامه أو يراسلهم من دون أن يقوموا هم بالاتصال به ومراسلته. هذه أخلاقية رفيعة لا يحصل عليها كل الناس، أن تقوم أنت بالمبادرة بتقديم يد العون والمساعدة والصداقة والاتصال والتسامح مع أرحامك وتنسى أخطاءهم بالنسبة إليك. هذه فضيلة ليس كل الناس يمتلكونها. أما الاعتذار بالانشغال فهو غير وارد هنا،
لأن من واجبك أن تخصص كما قلت بعض الوقت، فكما لا تنشغل عن طعامك وشرابك وبيتك وعائلتك وزوجتك وعملك، فإنه لا يجوز لك أن تنشغل عن أقربائك وأرحامك. أن تعطي مو فقط الوقت الإضافي. واحد يقول والله ما فضيت، أنا ما أطلب من عندك أن تفضي من وقتك الأساسي، تعطي لأرحامك لصلة الرحم، مو زيادات. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الوقت الأساسي تعطيه، يعني تقتطع من عملك اللي يدر عليك أرباح وتروح وتصل الرحم. يعني إذا فرغت من أعمالي أقوم بزيارة الأقرباء، هذا مو صحيح. يجب أن تكون زيارة الأقرباء جزء من أعمالك الأساسية ومسؤولية من مسؤولياتك الرئيسية ومصلحة من مصالحك المهمة. فمن ترتبط بهم يستحقون منك العطاء حتى في الجانب المالي. مطلوب أن تقاسم أقربائك لقمة العيش وليس أن تعطيهم صداقتك فقط. تقدم له الثوب الذي لم تلبسه والطعام الذي لم تأكله والزيادات في حاجاتك، في مو زيادات، مو اللي ما تريده وما تريد تستخدمه. يقول الإمام علي سلام الله عليه: إن أحسن الناس عيشا من حسن عيش الناس في عيشه. فما أجمل أن تفرش لأقربائك سفرة طعامك بين حين وآخر، وما أحسن أن تجتمع مع أقربائك في جلسات عائلية، وما أنفع من أن تقوم بعمل اقتصادي مشترك معهم بدل أن تكون وحدك، فتقاسم النجاح معهم، وهذا جزء من صلة الرحم. ودعني أقول لك، كم من أشخاص رحلوا عن هذه الحياة من أقربائك؟ أشهد أكو ناس من أبائك، أجدادك، أعمامك، أخوالك، أقربائك، أرحامك ماتوا، وأنت تتمنى لو عادوا إلى الحياة حتى تتواصل وياهم. زين، ليش ينتظر أحدنا حتى يموت أقربائه ويتمنى عودتهم؟ هل موجودين؟ سوي لك صلة رحم معه. في بعض الأقرباء أنا أعرف ما يلتقون إلا عند الموت، يعني واحد من عندهم يوم اللي يموت يروح يشترك في جنازته. زين، يوم اللي كان حي أنت ما راح تزوره حتى يرتاح وتحصل أجر ثواب. أنا ما أقول لي تروح لتشيع جنازته، لكن أقول روح إلى وهو حي، فما داموا موجودين لابد من القيام بالصلاة معهم والتواصل وتقاسم الحياة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.